بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم على موضوع مهم جدا وهو ما يسمى بلي دي بوينتور. دونك لي بوينتور هما واحدة من أهم العناصر اللي نستخدموها في البرمجة، خاصة في لغات مثل لغات سي بلس بلس ولا لغات سي. نحتاج كثير لي بوينتور، وتعتبر من أصعب نوعا ما بالنسبة لكثير من الطلبة، أصعب المواضيع في البرمجة، وكثير من الأخطاء وكثير من الإشكاليات توقع لأنه مفهوم البوينتر عند الطلبة ما هوش واضح 100%، وبالتالي كثير من الأشياء تبقى مبهمة لأنه الإنسان ما يفهمش حاجة ويبني عليها، يبقى دائما عنده نوع من الإشكاليات. اليوم نحاول نوضحه بإذن الله في هذا الفيديو، في الفيديوهات اللي يجوا من بعد. كثير من الأشياء تخص بلي بوينتر. إذن لكن قبل ما نبدأ مع لي بوينتر، نراجعوا فكرة أساسية اللي متعلقة مباشرة بلي بوينتر، اللي هي لي فاريابل. دونك مثلا تخيلوا أنه عندي ان فاريابل، دونك انت x égale à 10. Donc, okay, c'est un variable. Variable de type entier. Ce qui nous intéresse, c'est qui fait qu'il y a des variables dans la mémoire. Donc, on va essayer avec nous de créer le type de mémoire où on a, par exemple, le variable qui est le variable appelé x. Donc, le variable qui est ici, ça c'est le nom x, et il y a la valeur qui est 10. يعني لا ديكلاراسيون هذه معناها نحتاج اون بلاسمون بلاصه في الميموار، وعطيتها تقريبا لو نون سيمبوليك اللي هو الاكس، اسم برك سميتها اكس. بعد راح نقدر ندير اكس سوا 20 بار اكزومبل، معناها نروح للبلاصه هذه ونحط 20. يعني هذا كيفاش لي فاريابل يخدموا في اللونغاج سي. النقطه اللي حب تفهموا عليها هو انه هذا سي لو تيب دو فاريابل. دونك سي جو دو شانجي لا كولور، هذا سي لو تيب دو فاريابل، هذا سي لو نون دو فاريابل، هذا سي لو نون دو فاريابل، وهذه سي لا فالور دو فاريابل، سي لا فالور دو فاريابل. دونك لكن هذا في البروغرام، يعني كي نجيو نكتبوا البروغرام، حنا عندنا بالنسبه لينا الانت سي لو تيب، لو اكس سي لو نون دو فاريابل، اي لو 10 سي لا فالور. لكن بالنسبه للميموار في الحقيقه، ميموار ما تعرفش حاجه اسمها اكس، ما تعرفش لي نون دو فاريابل. لكن في الميموار نتعاملوا مع بحاجه اخرى، وهي ما يسمى بلي لي زادريس. اي بلاصه في الميموار عندها اون ادريس. دونك باغ اكزومبل اكس نتاعنا راح يكون في لادريس 2000، دونك لادريس اللي تجي من بعدها سي 2000 باغ اكزومبل، اون فادير 2004، بعدها تجي 2000 باغ اكزومبل 8. الوغ علاش راني نمشي بال 4؟ لانه مثلا لما تشوفوا الاكس هذا لو تيب تاعو سي ان انتي، دونك انتي تعرفوا بلي لانتي فيه دونك سي دو 4، دونك 4 اوكتي، معناها اذا كانت لادريس هذه تبدا من 2000، دونك الفاريابل لونتي اللي يجي من بعدها هو يكون في لادريس 2004. دونك حنا ما يهمناش هذا كثير، الشيء اللي يهمنا هو انه برك نفهموا انه اي فاريابل عنده حاجه اسمها لادريس. دونك ولا عندنا ثلاث حوايج، ولا عندنا لو نون دو فاريابل اللي هو الاكس، لا فالور دو فاريابل اللي هي 10، لادريس دو فاريابل اللي هي 2000. تسمى هذه الحاجه اللي زادت عندنا جديده، هو انه اي فاريابل عنده لادريس نتاعو في الميموار، اي فاريابل عنده لادريس نتاعو. الان دركا راح نشوفوا واش معناها ان بوينتور. دركا راح نشوفوا ما يسمى بلي بوينتور. دونك لي بوينتور عندهم علاقه مباشره مع هذه الفكره تاع لي فالور، لي فاريابل اي لي زادريس. دونك
وش هو تو سامبلومون ان بوينتر. ان بوينتر هو عباره على ان فاريابل دونك نحبوا نعرفوه. ان بوينتر اي ان فاريابل dont les valeurs sont des adresses. بمعنى آخر أنه وش هو un pointer؟ هو عبارة على variable من نوع خاص وين القيمة تاع الفاريابل هي عبارة على une adresse. بمعنى آخر donc مثلا نقدروا نتخيلوا يكون عندنا ان بوينتر par exemple le pointeur هذا تكون فيه لادريس تاع لا فاريابل x par exemple يكون هكذا. لاحظوا هنا القيمه تاع البوينتر اللي مثلا نسميه p هي نفسها لادريس تاع الفاريابل x في الميموار. بمعنى اخر انه وكانه هذا البوينتر يدينا مباشره الاكس يدينا مباشرة الاكس يعني هذا ما يسمى بلي بوينتر. دونك البوينتر هو عبارة على ان فاريابل قيمته قيمة الفاريابل هذا هو عبارة على قيمته هي عبارة على لادريس تاع فاريابل واحد اخر. دونك كيفاش نديكلاريو هذو لي بوينتر؟ دونك لا ديكلاراسيون تاعهم مختلفة شوية على الديكلاراسيون تاع لي فاريابل. نديكلاريهم بالطريقة التالية. دونك نقولو int دونك int نزيدو ان ايطوال p ايكال لادريس دو x. دونك هنا بالمقارنة مع لا ديكلاراسيون تاع ان فاريابل سامبل ان بوينتر عنده ان تيب توجور عنده ليطوال هذا دائما يكون قبل لو نو تاع البوينتر. عندنا لو بي سي لو نو دو بوينتر وفي لينيسياليزاسيون نيمسياليزيو نزيدو هذا لوبيراتور اسكون ابل لوبيراتور دادريس. دونك لوبيراتور دادريس معناه انه جيب لادريس تاع اكس اللي هي 2000 حطها في البوينتر بي. دونك بي هذا يفا بوينتي فير لادريس اكس. دونك هذا على واش يسموه بوينتر. دونك هذا سي كومون اون لو ديكلار. دونك اي ان تي دونك لازم يكون عنده نفس التيب كيما لا فاريابل هذا يعني اي ان تي. دونك دونك انا جي ديكلاري دونك الفاريابل نتاعي اللي حب نبوينتيه دونك لو تيب تاعو اي ان تي البوينتر تاعي لازم يكون عنده لو ميم تيب. دونك اي ان تي ايطوال بي سوا ادريس دو اكس. دونك ايطوال تقول لي بلي الشيء اللي يجي بعد ايطوال سي تان بوينتر والادريس. دونك معناها دونك هاد لوبيراتور يروح يجيب لك لادريس تاع الاكس ويحطها في البي. دونك معناها بي يكون فيه 2000. دونك البي هو في حد ذاته ستان فاريابل دونك عنده اون ادريس ما تهمناش. سونسيال هو انه البي يهز الادريس تاعي. دونك كيفاش نستخدموا لي بوينتر؟ تو سامبلومون ندير هكذا ايطوال بي لو سوا 30 باغ اكزومبل. الوغ واش معنى هاد ليكريتور؟ معناها القيمه او بيان روح في البلاصه. دونك معناها لادريس دو بي دونك لادريس اللي كاينه في البي نحطو فيها 30. الوغ واش هي لادريس اللي كاينه في البي؟ هي لادريس 2000. دونك نروحو هنايا ديريكتومون لادريس 2000 نحطو فيها 30 وكاني درت اكس رسوا 30 يعني هادو في زوج متكافئين سي اون ايكيفالونس. بمعنى اخر انه اوليو باش ندير اكس رسوا 30 جو بو فير ايطوال بي رسوا 30. دونك ايطوال هاو البي ليطوال معناتها الشيء اللي كاين داخل في البي استاذ لو كونتوني المحتوى تاع البي. المحتوى تاع البي هو 2000 اللي هو نفسه لادريس تاع الاكس. دونك كي ندير ايطوال بي رسوا 30 معناها لو كونتوني لادريس يعني البلاصه اللي لادريس تاعها 30 2000
تحط فيها الديس دونك تو سامبلومون هذه سي ليتيليزاسيون دونك هذا سي كيفاش العلاقه بين دي فاريابل ولي زادريس دونك واش لازم نستنج بيان سكون دو غاردي هو انه دونك اي فاريابل في الميموار عنده ادريس حنا دائما كنا نتعاملوا مع لي فاريابل بالاسم نتاعهم كي نحب نغير قيمه فاريابل ندير دونك ندير اكس وسوا 30 مي نقدر في نفس الوقت ندير ما نقدرش ندير 2000 وسوا 30 باسكو ما نقدرش ندير هكذا 2000 وسوا 30 هذه امبوسيبل نقدر نديرها مي اذا احتجت نبدل قيمه الاكس باستخدام الادريس دونك يلزم لي نديكلاري ان بوينتر كيما هكذا اي ان تي ايطوال بي وسوا الادريس دو اكس دونك البي يكون فيه 2000 هذه ومن بعد ندير بي ايطوال بي وسوا 30 ايطوال بي وسوا 30 معناها لو بي هذا ولا لو فاريابل اللي جاي في الادريس 2000 il va prendre la valeur اللي هي 30 بالتالي نروح هنايا دونك نروح ديريكتومون je vais aller ici et je vais mettre la valeur 30 donc 30 donc هذا واش معناها لي بوينتر دونك لو بوينتر سي تان فاريابل قيمته هي اون ادريس تاع نوتر فاريابل يعني نقدر ناكسيدي للفاريابل ديريكتومون اكس و 30 ولا نحط لادريس تاع الاكس هذا في فاريابل واحد اخر اللي هو البي اللي هو سميه حنا ان بوينتر ندير ايطوال بي و 30 داكور ايطوال بي وسوا 30 دونك هذا سي جوست برك البرينسيب انيسيال تاع لي بوينتر دونك حاجه اخرى لازم نفهموا باللي حتى البوينتر راهو في الميموار يعني ماهوش في بلاصه اخرى يعني هذا البي تاعنا راهو هنا بي تاعنا راهو هنا في 2000 انا فقط رسمته هنايا مي هو في الحقيقه لو بي تاعنا راهو هنا يعني هنا وي بوينتي فير لو اكس يعني حتى البي هو عباره عن نوتر فاريابل كاين في الميموار دونك حاب نفهم حابكم تركزوا على فكره انه البي هو في حد ذاته فاريابل لكن فاريابل برك من نوع خاص نعرف احنا بلي لي فاريابل يقدر يكون اونتي يقدر يكون فلوتون يقدر يكون كاركتر عندنا نوع خاص من لي فاريابل وين قيمتهم هي لي زادريس تاع بلاصه في الميموار ادريس تاع امبلاسمون في الميموار هادو عندهم اسم خاص اللي هو لي بوينتر عندهم اسم خاص هما لي بوينتر يختلفوا في لا ديكلاراسيون ديكلاريهم كيما هكذا ينتي ايطوال بي رسوا ادريس ودائما قيمتهم تعتبر دي زادريس دونك هذه نقطه مهمه كثير بقات حاجه برك يعني بون قبل ما نخلصوا هذا الفيديو هي اسكو نقدر ندير بي رسوا 20 وش يصرى لو كان ندير بي رسوا 20 باغ اكزومبل كان ندير بي رسوا 20 وبيان باش نكون واضح بي رسوا موان 20 بون واش معناها بي رسوا موان 20 دونك الاشكال انه بي سي تان بوينتر دونك كي تقول بي رسوا موان 20 معناتها راك تقول كانه كاينه في الميموار بلاصه باسكو الميموار تبدا من الزيرو عاده تبدا تطلع معناتها كاينه بلاصه الادريس تاعها موان 20 وهذه دونك عاده حنا جامي نمدو قيمه مباشره في لي بوينتر جامي دلا يعني اذا شفت روحك حطيت عندك كان بوينتر حطيت فيه قيمه مباشره اعرف باللي راك غلط باسكو حنا عاده هادو لي زادريس ما نعرفوهمش ما على بالناش حنا ما على بالناش اصلا كي نكتبوا بروغرام ما على بالناش لي فاريابل وين راح يتحطوا اكزاكتومون في الميموار يعني القيم هادو ما على بالناش بهم معناها امبوسيبل يكون عندك حاله وين راح دير ديريكتومون بير وسوا 300 وهذه ما كاينش منها لانه اصلا شكون اللي قال لك واش كاين في لادريس 300 على بالناش دونك معناها اذا حبيتوا تهزوا قاعده جامي 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 يعني ثلاث مرات نحطوا قيمه ديريكت في ان بوينتر كثير من الطلبه يغلطوا هذا لانه لو كان تحط قيمه مباشره اللي في ايميديا هو انه البروغرام يقدر يتبلوكي لك لانه معناها انه اي بروغرام لازم نفهموا بون هذه راني شويه نخرجكم عن الموضوع اي بروغرام عنده مجال معين لي زادريس تاعو كامل يكونوا في بلاصه معينه دونك لو كان تدير بي ورسوا 20 معناتها راك خرجت على البلاصه اللي لازم تمشي فيها وبالتالي يتبلوكا البروغرام المهم هو انه لازم نفرقوا بين واش هو ان بوينتر واش هو ان فاريابل ان بوينتر سي ان فاريابل
سبيسيال وين القيمة نتاعو فقط هي عبارة على ديزادريس. دونك واش راح نديرو بيهم وعلاش نسحقوهم اكسيتيرا، هادو راح يجو من بعد لما نبداو نشوفو مثلا العلاقة تاع لي بوينتور مع لي طابلو، العلاقة تاع لي بوينتور مع لي شان دو كاركتر اكسيتيرا. هنا وين تبدا تبان لنا الاستخدام الحقيقي تاع لي بوينتور، لانه لو كان تشوف هكذا تقول احنا علاش نستخدموا لي بوينتور، علاش نعقدوا الحكايه مادام نقدر نستخدم لي نون دي فاريابل ديريكتومون. مي بعد ما نشوفوا نمشيو في السوجي هذا نفهموا بلي عندهم دور كبير جدا، وكاين كثير من الاشياء ما نقدروش نديروهم بلا ما يكون عندنا هذه الفكره تاع لي بوينتور. دونك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.